السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كما كتشوفوا اليوم فيديو قصير غير موديل استعراضي لهذه الجلابة براندة وبدويدات كما كتشوفوا بحال هكا مخدومة على 3 شعرات، ولكن كتبان رقيقة حيت الخيط كيكون مبروم مزيان، الحرير مبروم مزيان. كتجي الخدمة كتبان رقيقة على هذا الشكل. شفتوا الدويدات كيفاش كيكونوا صغيورين ويجيو متقونين؟ بالنسبة للهبطة كما كتشوفوا هكا، بالنسبة للهبطة راه فيها هاد الملاقية ديال عوينة وحدة على تحت نص الطوق حتى لتحت، مفتاحي فيهم يد البراد، يد البراد بحال هكا سامبل، حتى الكميمات نفس الشي. القب حتى هو نفس الدرس اللي كاين في القب كاين في الكمام وحتى في الفتحة بحال هكا. الفتحة ديالنا ديال الجلابة هذه للأسف الخياط ما خلاش الشياطة اللي زايدة باش تخدم عليها الفتحة ديال العنق كاملة باش تجي الراس، فاضطريت أنني نميل بها بحال هذا الشكل بحال هكا، ولكن حتى هي كتجي الشكل ديالها زوينة، رديتو البال كيفاش كتجي غاديين، وحنا كنقصو حتى كتجي هذيك الدورة. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف، موديل استعراضي للاستفادة الا بغيتو تخدموا بحال هذا الموديل. نتمنى يكون اعجابكم، وما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم والاشتراكات اللي اول مرة كيشوف القناة، والسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.